الرئيس السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان. منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية مع الزميل كريم حاتم. إليك كريم. شكرا لك يا آلاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة. وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بموقع المشروعات الجديدة، استمع خلالها لشرح مفصل عن سير العمل بها. وفي مداخلة له خلال الافتتاحات الرئاسية، دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة أسعار أو ارتفاع أسعار السلع والتخفيف عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب. اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس، بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد. لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركة والبترول بالتكلفة الحقيقية، والله أنا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده أنا قلته قبل كده. أنا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا إن احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبة لهم اللي هي الشرائح الكبيرة قوي اللي هي أعلى نسبة استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس أنت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجة من جيبه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جبنا يعني، لكن ده من قدرة البلد. فأنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لأن ألاحظ إن بعض الناس يعني يقول لك ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار شوية نكسب، نقول ما فيش دولار ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه إن احنا حرصنا على الناس وإن احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب. هذا ووجه الرئيس السيسي الحكومه بالاعلان عن حجم البضائع التي سيتم الافراج عنها من المواني، مشيرا الى ان البنوك المصريه ستغطي المطلوبه بالدولار لصالح اعتمادات خروج السلع من المواني. كنا قلنا من شهرين ان احنا محتاجين المستلزمات اللي موجوده في المواني تطلع يا دكتور مصطفى. فكان بيعرض عليا من يومين الخطه بتاعه خروج هذه المواد، وانا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه ان شاء الله. فطبعا البنوك المصريه هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام، وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني بتغطيه اعلاميه مناسبه، الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفتره القليله اللي هو يومين ثلاثه الاسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله انهينا المشكله ديت. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية وتقليص الضغط على الدولار. احنا لما اتحركنا في موضوع بعض المواد اللي احنا قلنا عليها ان هي خاصة واستراتيجية للدولة دكتور مصطفى، قلنا من ضمنها الكلور ومن ضمنها الغازات الطبية اللي احنا النهاردة بنفتتح جزء منها او بنفتتحها. يعني لما اتكلمنا في الموضوع الغازات الطبيه كان المفروض ان احنا انتاجنا كان قبل كده الى حد ما يكفينا، لكن جت ازمه كورونا وكانت مشكله بالنسبه لنا، مش كده؟ تمام. وبالتالي قلنا لا، احنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي احنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمه الطبيه خلال السنه الجايه، مش كده؟ صحيح. كويس. الكلور بقى ايوه احنا برضو بنقول من دلوقتي ليه؟ لان
يعني التطورات اللي موجوده في العالم دلوقتي مخليه ما فيش استقرار في موضوع التعاقدات. صحيح. مش كده؟ ايوه. وبالتالي الحاجه اللي حتى اللي كنا بنتعاقد عليها بتكلفه معينه بقت التكلفه بقت زياده والتوقيتات بقت مختلفه. وبالتالي احنا محتاجين نفكر في ان الحاجات اللي انتوا واخدين خط فيها بنعتبرها مع بعض حاجه استراتيجيه للدوله ما نقدرش نستغنى عنها، سواء كان بالاستيراد ان احنا قلنا هنستوردها من بره نتيجه برضو ان سلاسل الامداد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، السنتين بتوع كورونا والسنه بتاعت الحرب الروسيه الاوكرانيه، قالت ان ما امكن ان احنا يبقى عندنا انتاج ذاتي او انتاج محلي ذاتي لبعض الموضوعات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. وأكد الرئيس السيسي أهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن إنتاج المواد المستوردة يسهم في تقليل الضغط على الدولار. إن احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها أو اللي محتاجين نطلعها أكتر عشان ما نستوردهاش من بره. عشان إيه؟ ما نستوردهاش. طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ أولا عشان نشغل ناس في مصر. يعني بدل النهارده انا بشتري المنتج ده من بره، طب انا اعمله عندي والناس في العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بالجنيه المصري. تمام. وكل ما انا اطلع منتجات، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الاعمال وللمستثمرين وللحكومه وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. كما أكد الرئيس السيسي أنه كان من الضروري شرح قانون صندوق هيئة قناة السويس لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن. يا فريق أسامة لما بكلمه قلت له أنت ليه ما جبتش رجال الصحافة والإعلام وشرحت لهم الموضوع؟ مش بعد ما نخش البرلمان يا دكتور، لا قبل. ليه؟ الناس عايزه تعرف وعايزه تطمن وعايزه ان ما يكونش في حاجه غلط بتتعمل او في حاجه هتبقى غلط. وبعدين احنا مش هنقول ان ابدا ان كل من تكلم ممكن يكون عنده يعني مغرض ولا حاجه او شعب. في ناس خايفه، وخايفه من ايه؟ ما هو الخوف بقى سمه موجوده عندنا، موجوده عندنا، مش مصدقين ان احنا نقدر نعمل. لا احنا نقدر نعمل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوف. وفي معرض حديثه عن قانون الأحوال الشخصية أكد الرئيس السيسي أن النخبة القائمة على إعداد مشروع القانون أخذت كل وجهات النظر التي تم طرحها، مشددا على ضرورة وجود حوار مجتمعي حول القانون. يعني زي موضوع الأحوال الشخصية كده، احنا قلنا شوية ملامح للقانون، والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعده على منصة القضاء على مدى 30 سنه واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسيه اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه وسيد وزير العدل موجود، مش كده؟ يعني انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي. واكد الرئيس السيسي حرص الدوله على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعه، مشيرا الى تحمل الدوله جزءا كبيرا من اسعار الغاز والاسمده، وذلك منعا لارتفاع التكلفه على المزارعين والمواطنين. لو انا بطلع الاسمده اللي تكفيني واللي اصدر منها، انتوا شايفين كويس قوي ان موضوع، وبرضو بقولها لاخواننا المزارعين، يا جماعه احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعه، وبالتالي الأسعار ما زادتش. كما أشار الرئيس السيسي إلى إنشاء صندوق بوزارة الصحة والسكان بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل. قلت له أنا عايز أقول لكم على حاجة، في البلاد اللي زي حالتنا
اللي ظروفها الاقتصاديه ما تستحملش الكلام ده، لازم يكون في اوعيه على جنب. والكلام ده انا عملته في وزاره الصحه، في دلوقتي 70 مليار يا دكتور. فين الدكتور خالد؟ في كام؟ 70 مليار. طب ليه عملت الصندوق ده في وزاره الصحه؟ عملته عشان التامين الصحي. لو احنا قاعدين على الترابيزه ونقول لهم يا جماعه انتوا حاطين معايير واشتراطات للبرنامج، صح كده يا دكتور مصطفى؟ ان البرنامج ده انت الدوله هتعمل انفاق على الغير قادرين، صح يا دكتور خالد؟ يا فندم. فاحنا الموازنه بتقول ايه؟ ان احنا هنقدر ان شاء الله بالنظام اللي احنا عملناه ده واللي كتير قبل كده ما قدرتش تحققه لا في بلدنا ولا في بلاد اخرى ولا في بلاد اغنى مننا ما قدرتش. فاحنا كنا النظام كان 15 سنه، طب معمول على ايه؟ على ان في قيمه الدوله هتدفعها لغير القادرين وقيمه الناس ايه؟ هي اللي هتتحملها من المشتركات. طيب وجينا ابتدينا نشتغل في رفع كفاءه المستشفيات في بورسعيد والخمس محافظات التانيين، صح كده؟ مظبوط يا فندم. واحنا بنتكلم قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا بتحطوا افتراضات على ان الناس كلها ممكن تدفع، صح كده؟ تكون قادره على وحطيتوا نسبه. وحطيتوا نسبه، لكن عملتوا احتياطي لنسبه محتمله غير قادره؟ قالوا يا دكتور لا. قلت لهم ما ينفعش، لازم يكون عندكم صندوق فيه رقم يتزايد وجيبوا له موارد. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تلبيه كافه احتياجات السيده نوال حسن عقب لقائها مع الرئيس السيسي اثناء مروره بالطريق لافتتاح مصنعي انتاج الغازات الطبيه والصناعيه ومحطه توليد الطاقه الثلاثيه بمجمع الصناعات الكيماويه بابو رواش. وقام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال وتسليمها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية وتقديم دعم نقدي لها بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع.
بالإضافة إلى تحقيق حلمها أيضا لأداء رحلة عمرة، كما تم التأكيد على توفير دعم شهري مستمر للسيدة نوال من خلال مؤسسة حياة كريمة. كانت كاميرا إكسترا نيوز قد حصلت على لقطات خاصة للرئيس السيسي أثناء إيقافه موكبه عقب رؤيته للسيدة نوال جالسة على الرصيف، حيث أدار معها حوارا ووجه بتلبية كافة احتياجاتها. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى 23 من نفس الشهر. الحراك كان دايما متواتر، وكان لغاية فترة يعني أيام قليلة إن اللي موجود في المواني من 15 ل 16 مليار دولار بضائع. الرقم ده فعلا كان موجود لغاية آخر نوفمبر، الرقم بهذا الحجم. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقة مع البنك المركزي ومع البنوك كلها قطاع المصرفي على تأمين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر، ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الاهم حضرتك احنا حصرين دلوقتي المتبقي يعني لغاية امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في المواني، ولكن الاهم اللي هم هنقدر نقول عليهم جاهزين ان هم يخرجوا واللي ليهم اهميه واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الاربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان هم في حدود ال 4 مليار دولار و 4.5. ده بخلاف ان الباقي برضه حاطين له الخطه ان هو يخرج، لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطئ عمليه طبعا الانتاج في خلال الفتره القادمه. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لولا مشروعات إنتاج الكلور لكانت مصر بحاجة لاستيراد أكثر من نصف احتياجاتها من الكلور بالعملة الصعبة. مصر كانت قبل هذا إنتاج هذا المشروع اللي وجه بيه فخامة الرئيس ما كانش عندنا غير مصنعين كلور هم تابعين للقطاع الخاص، هم دول اللي بينتجوا الكلور. طبيعة مصانع الكلور إن لازم كل سنة بتتعمل عمرة أو صيانة فالمصنع بيتوقف، فكانت بتبقى دايما عندنا الازمه. وانا عشان بس نتخيل احنا ازمه هنا معناها ان انا اوقف محطات ميه عن الشغل، والا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه واشغل المحطات. انا هنا بتكلم على قدرات يا فندم، محطات كانت موجوده في 2015 و2016. احنا النهارده مش نفس المحطات الموجوده، احنا زودنا كميات المياه المنتجه النهارده 25 ل 30% من هذا التاريخ. فلنا أن نتخيل أن لولا هذه الصناعة وهذا المصنع كان هيبقى شكلنا إيه النهاردة لو كنا زي ما احنا، وكنا هنبقى تقريبا بنستورد أكبر من نص احتياجاتنا من الكلور من الخارج بالعملة الصعبة. دي أهمية هذه النوعية من المشروعات، إنها أولا ده أمن قومي، لأن تخيلوا حضراتكم لو وقفنا محطة مية شرب عن العمل نتيجة لأن مفيش كلور ممكن يبقى الأهالي ممكن يعيشوا إزاي، والأهم فرص عمل زي ما فخامة الرئيس قال، واللي بعد والحاجة الثالثة وهي الأهم توفير عملة صعبة كانت الدولة المصرية هتنفقها في هذا الشأن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف توافر السلع بالأسواق في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم.
وخلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق، اطلع مدبولي على موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتأكد من أنها في الحدود المطمئنة. كما استعرض مدبولي جانبا من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023. كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. أعلنت وزارة الدفاع عن بدء تسجيل بسجل قيد المواردين للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها. وأوضحت وزارة الدفاع أنه سيتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2023-2024 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم إخطار الشركات على الموقع بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفاؤها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في ضبط العديد من القضايا التموينية والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابع في التقرير التالي. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالكه ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء
بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية لمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 849 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 321 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 36 طنا. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم ضبط أكثر من 237 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 48 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 985 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و277 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا بعنوان العمالة غير المنتظمة، وذلك استمرارا للحوار مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي ستطرح في الحوار الوطني. وأدار الصالون النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشاد المشاركون بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والذي وصل إلى تقديم الدعم النقدي لثلاثة ملايين منهم، كما أكدوا على أن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة مهم جدا.
مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود من بعده لاستكمال النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والآن مع تطورات الشأن الدولي. أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان، ووصف كيربي أنشطة بكين بالاستفزازية. من جانبها أعلنت تايوان أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال ال 24 ساعة الماضية، مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. وقالت تايوان إن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة شملت نشر 71 طائرة من بينها عشرات المقاتلات النفاثة. ووصفت تايبي هذه المناورات بأنها من أكبر التوغلات العسكرية لبكين حتى الآن. تصعيد متواصل بين الصين وتايوان على وقع ما تعتبره بكين استفزازات من قبل واشنطن وتايبيا. وفي أحدث التداعيات أعلن الجيش الصيني عن إجراء تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي حول تايوان، رداً على ما وصفها بالاستفزازات من كل من الولايات المتحدة والجزيرة. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أنها نفذت دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة حول تايوان، لكن البيان لم يحدد موقعا معينا لها، مضيفة أن قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الصين. أما تايوان فقد علقت على التدريبات وانتقدت تحركات بكين واعتبرتها مهددة للسلام الإقليمي، وهي التحركات التي زادت حدتها في أغسطس الماضي حين نفذت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول تايوان بعد زيارة لتايبيا قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي. وردت تايوان حينذاك بمناورات بالذخيرة الحية. التدريبات الصينية أيضا تأتي بعد يوم من تنديد بكين بتشريع جديد للدفاع تعتزم الإدارة الأمريكية تمريره لتعزيز المساعدة العسكرية بين واشنطن وتايبيا، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية في سبتمبر الماضي عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان قيمتها $1,100,000,000. وصف الجيش الكوري الجنوبي اختراق 5 طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي للبلاد بأنه عمل استفزازي واضح من جانب بيونغ يانغ، مشيرا إلى أنه أرسل في إطار الرد طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية. وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمس فوق العاصمة الكورية الجنوبية سول، بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي. في أحدث فصول التوتر بين الجارتين الكوريتين، أعلنت كوريا الجنوبية عن توغل طائرات مسيرة تابعة لجارتها الشمالية في مجالها الجوي، ما دفع لإطلاق طلقات تحذيرية لصدها. سول أوضحت أن الطائرات المسيرة التابعة لبيونغ يانغ عبرت الحدود بين البلدين دون إذن مسبق من الجنوب، ما دفع الجيش لنشر طائرات مقاتلة ومروحيات لإسقاطها، مضيفة أن إحدى الطائرات الحربية من طراز KA-1 تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغ سونغ. على إثر ذلك أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا
في مطاري جامبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة سول لمدة ساعة تقريبا بطلب من الجيش. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية. يأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام. وتشكل عمليات الطائرات بدون طيار التابعة لكوريا الشمالية مصدراً للمخاوف الأمنية المتزايدة في سول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس فضلاً عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في جبهة القتال صعب ومؤلم. وخلال خطابه المسائي أكد زيلينسكي أن عدة مناطق وأهمهما باخموت ودونباس تشهد معارك ضارية وتتطلب أقصى قدر من القوة. كما وجه الشكر لجميع القائمين على استعادة الطاقة في العديد من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات التقدم بطلب الحصول على جواز سفر روسي لسكان المناطق التي أعلنت روسيا انضمامها للاتحاد الروسي في سبتمبر الماضي، حيث سيسمح لسكان دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم في حمل الجنسية الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ صيغة سلام. وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أشار زيلينسكي إلى أنه يتمنى لمودي رئاسة ناجحة لمجموعة الـ20، مضيفا أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغة سلام والتي اقترحها عبر نفس المنصة. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن روسيا لا تتبع شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين. جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، والتي قال فيها إن بلاده ترغب في عقد قمة سلام بحلول نهاية فبراير المقبل، وذلك وفقا لشروط معينة. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات على تكوين اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، مستحدثا منصبا جديدا وهو منصب النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية. ومنح المنصب لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. في السياق ذاته أفاد مرسوم الرئيس الروسي بانضمام وزير حالات الطوارئ ألكسندر كوريانكوف أيضا إلى اللجنة بدلا من رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية السابق إيغور أرتيميف. دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن كييف تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف الولايات المتحدة بدفع العالم لاتخاذ مواقف عدائية ضد روسيا، مضيفا أن واشنطن تريد استخدام الدولار من دون غيره لجذب الأسواق لصالحها.
وخلال لقائه رؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية، اعتبر لافروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أن موسكو ستتخلص من النظام المالي الغربي. قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ إنه يتوقع أن تنضم السويد وفنلندا رسميا إلى الحلف في العام الجديد، ولم يكشف ستولتنبرغ متى قد يحدث هذا، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن عملية التصديق سوف تكتمل في الوقت المناسب. أكدت السلطات السويدية أنها لا تملك حتى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث نورد ستريم، وقال رئيس مكافحة التجسس السويدي إن التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم لم يعثر على أي دليل ملموس، وذلك بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية التكهنات من قبل الغرب. قال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إصدار لائحة اتهام بحق المشتبه به في قتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في باريس، وأضاف أن قاضي التحقيق وجه للمشتبه به تهم القتل ومحاولة القتل على أساس عنصري، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها دون ترخيص. وصفت وزارة الخارجية الروسية موقف الاتحاد الأوروبي من كوسوفو بأنه انتهاك للقرارات الدولية، وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لما وصفته بانتهاكهما لقرار الأمم المتحدة لعام 1999 بشأن كوسوفو، مضيفة أن وحدات الناتو والاتحاد الأوروبي المنتشرة في المنطقة لن تتدخل في الأحداث على الأرض وتتغاضى عن التصعيد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وخلال لقائه زعماء دول الرابطة في مدينة بطرستنبرغ، أوضح بوتين أن تعميق التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة يجسد المصالح الأساسية لدول الرابطة ويحسن الأمن. كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل حلول العام الجديد، مبينا في الوقت ذاته أنه يتم التحضير لإجراء هذا الاتصال. من جانب آخر، نفى بيسكوف التحضير لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام القادمة. أعلنت وزارة الصحة الصينية إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتبارا من 8 يناير المقبل، وذلك بعد أن رفعت في الأول من ديسمبر معظم إجراءات مكافحة فيروس كورونا السارية منذ عام 2020. وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه اعتبارا من الشهر المقبل لن يطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة من دخولهم الصين. We'll be right back.
يشهد الأردن موجة من الطقس السيء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق. أعلنت أمانة العاصمة عمان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة الجو. كما أعلنت السلطات العمل على تصريف المياه من الشوارع. كما شهدت منطقة البتراء جنوبي الأردن سيولا جارفة عقب تساقط الأمطار، ما أدى إلى إجلاء مئات السياح. أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عن سقوط أمطار رعدية غزيرة على مناطق الجوف وتبوك، وأضاف المركز أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق وأمطار رعدية على أجزاء من نجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة. استمر انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالولايات المتحدة بسبب العاصفة الشتوية القوية، كما تواصل إلغاء العديد من رحلات الطيران في عدد من الولايات، وتواصل السلطات جهود إزالة الجليد وفتح الطرق في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. عاصفة وصفت بالنادرة في شدتها اجتاحت الولايات المتحدة منذ أيام، مصحوبة برياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية. العاصفة الشتوية التي تضرب وسط الولايات المتحدة وشرقها منذ أيام أودت بحياة أكثر من 30 شخصا، كما حرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد. خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية بدورها توقعت استمرار تساقط بين 30 و60 سنتيمترا من الثلوج ليلا، مضيفة أن معظم شرق الولايات المتحدة سيظل في حالة برد شديد. كما توقعت الأرصاد الجوية عودة درجة الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل، وذلك في وقت وصل فيه ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى 3 أمتار. وبحسب مسؤولين محليين فإن موجة الطقس السيء أثرت بشكل كبير على عطلة عيد الميلاد، مشيرين إلى وجود أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم وسط درجات حرارة متدنية. من جانبها وصفت حاكمة ولاية نيويورك الوضع بالأزمة الكبرى، مشيرة إلى أنه من بين كل العواصف الشتوية التي شهدتها البلاد في السنوات الستين الأخيرة فإن العاصفة الحالية هي الأسوأ، وعانى أكثر من 48,000 منزل من انقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة جراء العاصفة الثلجية، كما تسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية. ورياضيا، يواجه منتخب الشباب منتخب غانا الأول للمحليين اليوم الثلاثاء في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والتي تستضيفها مصر. واختتم الفريق تدريباته للمباراة بقيادة محمود جابر في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. واصل النادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. وحرص مارسيال كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، بينما خاض اللاعبون مرانا بدنيا واستشفائيا على هامش التدريبات للتخلص من الإجهاد. ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، بينما يمتلك سيراميكا 11 نقطة في المركز الثامن. وصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر للبطولة. وعقد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وطلب فيريرا من اللاعبين مواصلة التركيز والاستعداد بقوة وجدية للمباراة. ويمتلك الزمالك
21 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. هذا يستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز، وسيقام اللقاء في الخامسة مساء على ملعب الدفاع الجوي، ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك الفريق السكندري 18 نقطة في المركز الرابع. انتهت النشرة مشاهدينا، وإليكم تذكرة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في أبو رواش بالجيزة. الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنا معكم آلاء طاهر وكريم حاتم، إلى اللقاء.